لو أبغى أنشهر بوجهي لكن أهلي واقفين ضدي، إيش الحل؟ تكلمت عن هذا الموضوع في كأحد الاختبارات اللي ممكن تواجهينها في طاقة الشهرة. تابعت مشاهير كثير وجمعتهم كلهم، طلعت من كل شخص صفة، طلعت لي خلطة خاصة فيني. ظنك يضرب الموضوع؟ ما استبعد، ما ممكن جدا، ممكن جدا. انت اصلا انت لو تتتبع الواقع، لو في انسان بس كذا يقعد مع نفسه يتتبع الموقع الواقع راح يلقى فيه فرص كثيره ما تغطت. لكن احنا مشكلتنا ان مغمضين ونتبع، فما نعرف الجاب، ما نلقط الفراغ. لكن لو في شخص يبعد شويه، يراقب، يغمض، يبعد عن القصه كلها، راح يكتشف انه فيه كثير فراغات تحتاج مشاهير. زوجي معنفني، نرجسي، قرر يشتهر، يكمل نقص يحس فيه. شوفي خلينا يعني نحن نقر على الشطر الأول، زوجك معنف ونرجسي وهذا حكمك وإحنا قابلين بحكمك، لكن ما أقرك على الشطر الثاني إنه كل شخص يشتهر هو يكمل نقص يحس فيه. لا، المشاهير هم أسوياء، واختيار الشهرة هو اختيار سوي مش اختيار مضطرب. صحيح انه في كثير من الاشخاص اللي حاقدين او غيرانين من المشاهير، او ما صارت لهم الفرصة اللي صارت لهم، او الاعلاميين القديمين ممكن يعتبرون انه الاشخاص اللي يطلبون الشهرة ويسعون لها يعتبرون انهم هم يعني يشعرون بنقص او يحسوا او انهم مضطربين او مو طبيعيين. لا، ابغى اقول لك المشاهير طبيعيين وما فيهم نقص وما هم مضطربين، وطلب الشهره شيء طبيعي جدا، ما هو شيء يعني مستنكر، والجسد المشاعري يقبل هذه الفكره، ما هي فكره يعني ما هي فكره مضطربه، ولا يعني اذا شخص قرر انه يكون مشهور انه هو يعني قاعد يبحث عن قصه نقص فيه. بس ابغى اقول لك ترى الكل ناقص بشكل عام، بس ما يعني انه هو اختار الشهرة انه هو ناقص. زي فكرة انه ابغى اتزوج لانه انا عندي نقص، ما المفروض ان احنا نشوف الامور بهالطريقة. اوكي، ابغى اتزوج لانه انا ابغى استفيد من القصة، ابغى استمتع في القصة، ابغى اعمق القصة. نفس الشيء الشهرة، كل شيء في اختيار في الحياة تقدرين تشوفينه كنقص، كل اختيار في الحياة تستطيعين انك تحكمين عليه كنقص وتشوفينه كنقص. كل اختيارات الحياة تقدرين تتهمين فيها الناس بأنهم ناقصين. فركزي على موضوع أنه هو معنف ونرجسي، وصدقيني قد تكون الشهرة هي مقبرة له. صدقيني يعني إذا هو فعلا يعني معنف ونرجسي، يعني راح يدوسون الناس دوس. الشهرة ما هي هينة ولا هي سهلة، ما هي هينة ولا هي سهلة. ويعني لما يجي شخص يعني كذا متكبر ولا شايف نفسه، ولا الناس تنتبه وتقاتل وتقاوم. ما أحب الشهرة ولا أنوي أكون مشهورة. هل أنا طبيعية؟ جدا جدا. لا يعني أنه كثير من الناس مشاهير أو في كثير من الناس يبغون الشهرة أنه إذا أنا ما بغيت شهرة أنا مو طبيعي. عادي، اختيار. تبغى الشهرة it's okay، ما تبغى الشهرة it's okay، تبغى تتزوج it's okay، ما تبغى تتزوج برضو it's okay، تبغى تجيب أطفال it's okay، ما تبغى تجيب أطفال it's okay. المهم إنه أنتي ما تكونين تبغين بس في شعور مانعك، ما تكونين تبغين بس تشعرين بالعار من الموضوع، تبغين بس خايفة من الموضوع. لأنه أنا ما أبغى، ما له دخل الموضوع بأي شعور سلبي. هاشم هوجو، هاشم هي المشاهير والفاشونيستا طاقتهم مستحقة أم مؤقتة؟ أحس بعضهم مشهور جدا على محتوى رديء وما أفهم كيف مدام حصل الشهرة فهو يستحق الشهرة. ما له دخل في موضوع المحتوى الرديء. إذا المحتوى رديء معناها المتابع يريد هذا المحتوى الرديء، فبالتالي المتابع هو الرديء، ما هم الرديئين. إحنا ما يصير إحنا يعني نروح للإنعكاس ونقول والله الإنعكاس رديء. طب في ناس تتابع معناها هم اللي هذا يذبذباتهم، هاي تردداتهم، هذا ما يناسبهم، هذا واقعهم، هذا ما يريدون، هذا ما يرغبون فيه. لو كانوا ما يرغبون فيه كانوا يعني ما تابعوا ولا اهتموا. فكل شخص حصل شيء فهو مستحق له، فهو مستحق لهذا الشيء. أما طاقتهم هالشهرة هذه هل هي دائمة أو مؤقتة؟
تكلمت عن هذا الموضوع في طاقة الشهرة، وأنه من الممكن أنه يكون عندك فرصة للشهرة لوقت طويل أو وقت قصير. يختلفون الناس، في ناس يضربون سنة سنتين، في ناس يضربون 10 سنوات 20 سنة، في ناس ناجحين من سنوات ضربوا بعد فترة من نجاحهم، في ناس أثرياء من سنوات ضربوا بعد فترة، في ناس ضربوا، يعني تختلف، كل واحد عنده قصة من القصص. نور حبيبتي تقول مواهبي فنية وتحتاج شهرة لكن أحس نفسي مش مستعدة، كيف العمل؟ أوكي، سؤالك جميل. حطي نية النجاح والإبداع، لا تحطي نية الشهرة، واشتغلي وامشي في هذا الموضوع، راح تلقين نفسك نجحتي في إطار ضيق، شوي شوية راح تكتشفين إذا فعلا قدرتي تسوين اتصال وضبطتي موضوع الإبداع، راح تكتشفين أنه أنت صرتي مشهورة في دائرة أكبر من دائرتك، لكنها دائرة ما نقدر نقوله مشهورة أو كل العالم يعرفونها أو كذا، لا. وبالتالي يكون الموضوع مرتبط برسالتك. إذا قصة النجاح تستدعي ذلك تمشي، وإذا قصة النجاح ما تستدعي أو الإبداع ما تستدعي ما تمشي. محمد يسأل يقول هل هناك هوس انتقاد المشاهير؟ هم هذولا هم عندهم هوس الشهرة، هو يعني مثلا قاعد ماخذ الورقة والقلم وينتظر مشهور يسوي شيء سواء كان غلط أو مو غلط، نطلع من الشيء العادي غلط، تاني هو قاعد كذا ينتقد، فليش هو مشغول بهذه القصة؟ لأنه هو عنده هوس شهرة، هو يبغي يشتهر، بس هو ما يقدر يشتهر، ليه؟ ما عنده طاقة. يشحت من مين؟ يشحت من المشاهير على أفاهم، ما يقدر، هو ما عنده القدرة إن هو يصنع طاقة النار، ما عنده. فوش يسوي؟ يدور، هو يصعد على ظهر مين؟ يصعد على ظهر مين؟ هو يعرف إنه إذا جاب اسم فلانة الناس راح يتابعونه، لأن فلانة بحد ذاتها تجيب جمهور، فلان يجيب جمهور، عنده طاقة نار، مشهور، فأنا ليش ما أسرق من هاي الطاقة؟ ليش ما أخذ منها؟ ليش ما أستخدمها لصالحي؟ ها أحطها عندي، بس أنا ما أحبهم المشاهير، بس أبغى أستفيد منهم، أبغى أستفيد منهم، هوس شهرة يستخدمها في الظلام، فياخذ منها، ياخذ المشاهير ويجلدهم ويتكلم عنهم ويقولوا فيهم ما فيهم وحطوا وما سووا وغلطانين وما عارف. انت ابو القيم، انت ابو الاخلاق، انت ابو الدين، هو كله ظلام، كل شغله ظلام، كله في الظلام، لكن ما يقدر. هذه امكانيات وهذا هوس الشهرة اللي لديه. باسم، هل نستطيع التحكم في أن تبقى الشهرة لفترة طويلة؟ شوف، أنا قلت لكم قبل أنه أنت لما تضغط زر الشهرة تعتقد أنه الموضوع في يدك، بس الموضوع ينفلت في كثير من الأحيان، ينفلت ويروح ويلف ويأخذ لفات، ما تدري وين طاقة النار توصل. لذلك مرات حتى النهايات الشهرة يعني ما هي 100% في يدك، ما هي قصة 100% في يدك. ترى الشهرة فيها كثير من الألم، وفيها كثير من اختبارات أنه أنت تدير هذه الطاقة، أنك أنت تديرها، كيف تديرها، كيف تديرها، طوال الوقت أنك أنت تراجع هذا الموضوع بينك وبين نفسك. تكلمت كثير عن هذا الألم بإيجابياته وسلبياته في طاقة الشهرة، لكن بعض الأشخاص يصلون لمرحلة أنه خلاص ما يقدر يسوي تمدد أكثر، انتهى الموضوع، ما يقدر. وبعض الناس يبغى يوقف الموضوع ما يقدر، يقولوا يا جماعة خلاص، خلاص يا جماعة أبغى أطلع من القصة، ما عاد يقدر. فتصير كل الموقفين يصير،